إن تنظيم هذه الورشة يأتي سعيا لخلق نقاش معمق يفضي إلى بلورة تصور شامل لتطوير التعليم الخاص، والذي لا يمكن اعتباره منافسا للتعليم العمومي وإنما هو مكملا له. وقد لعب التعليم الخاص دورا هاما في توسيع الشبكة المدرسية والرفع من نسبة التمدرس والحد من البطالة في صفوف الشباب وحمل الشهادات عموما، باستيعابه المئات من الأساتذة والمعلمين والعمال بمختلف مستوياتهم. وتهدف هذه الورشة إلى وضع خارطة طريق لتنظيم التعليم الخاص من خلال تحليل واقع التعليم الخاص، تدارس دفتر الالتزامات وسبل تطبيقه، وضع خطة عمل للنهوض بالتعليم الخاص تهدف إلى على وجه الخصوص إلى افتتاح العام الدراسي 2020-2021 في ظروف تضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بدفتر الالتزامات لمنظمة القطاع.